انا عايز اعرف حكايتك مع الشغلانه دي، نحت الخشب او خراطه الخشب؟ تمام. هي بدايتي كانت من الصغر، خدتها الاول قبل ما اكون مصدر اكل عيشي، كانت هوايه. انت بعد عندك كده 40 سنه في الورشه دي الصغيره دي؟ ايوه دي صح كده، لها 40 سنه. جيت لما انا كبرت شويه خدت الورشه دي من والدي وابتديت اطور فيها، والحمد لله يعني وصلت لمرحله حلوه فيها، وتقريبا مفيش حاجه في الخراطه يعني الحمد لله ما عملتهاش. قول لي زي ايه بتصنع؟ ايه الارابيسك، الحاد، السفر، اوض نوم، كل ما يتعلق بالخراطه. وهوايه الانتيكات دي، انتيكات الخشب دي جديده، بداتها امتى؟ دي من حوالي 5 سنين. طورت المكنه بتاعتي ان هي تعمل الكلام ده، وابتديت ان انا اشتغل فيه. يعني الفكره جات لك منين؟ حسيت بان انت تقدر تعمل انتيك شكله حلو، انتيك له قيمه. يعني اللي هناك دي، هات كده وريني اللي هناك دي. يعني انتوا مش متخيلين يا جماعه، دي شجره زيتون، قطعه خشب من شجره زيتون لسه مزيتها. دي عمرها قد ايه الخشبه دي؟ حد قال لك؟ 350 سنه. بجد؟ والله. يعني الخشبه اللي اتنحت دي 350 سنه؟ ده زيتون فلسطيني. جبتها منين؟ دي جت من السفاره. كان في واحد جايب شجره، جايب شجره وانا خدت منها حته. يعني كان بلوك قد ايه؟ يعني حته قد دي مثلا؟ لا اكبر، كان أكبر كبير. وخدت منها القطعه دي وخرطتها، قعدت معايا بالظبط 8 ساعات خرط. طيب شغلانه الانتيكات دي بقى اللي انت بتعملها من الخشب، سوقها فين؟ للاسف بره مصر. بتلاقي اللي يقيم ويجي يشوفها؟ يعني بتعرض في البازارات مثلا بتاعت السياحه وكلام من ده؟ لا، بعرض على الفيسبوك وكده، وبيجي لي ناس من بره. اغلبيه الناس اللي بتجي لي عايزه الانتيكات دي من بره مصر، وبيستوردوها فعلا من عندك؟ بتعرف تبعتها لهم وكده؟ مودي شغل الكويت ومودي شغل السعوديه انتيكات برضه. مصطفى عاطف على فكره تابعناه وهو بيورينا مهارته في صناعه الانتيكات الخشبيه. حول قطعه صماء مستطيله لكاس لونه مبهر، والموضوع مخدش منه دقايق معدوده. فنان يا ابني والله. طيب خليني اقول لك على حاجه. انا اول لما دخلت هنا قابلني والدك حاج عاطف وقال لي انا حسن ارابيسك الحقيقي، صح كده؟ الحقيقة انت سمعته بيقول كده، بيقول انا اللي علمت الفنان صلاح السعدان ربنا يديله الصحه ازاي شغل الارابيسك في المسلسل اللي هو بتاع حسن ارابيسك. صح. انت ليه ما كملتش في الشغلانه دي؟ دي شغلانه كلها تاريخ وتراث، كمان كل الدول العربيه بتحب شغل الارابيسك. للاسف في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي شغل الارابيسك بقى من نادر ان حد يطلبه هنا في مصر، بقى كله بيشتغل في الشغل المودرن وكده، ولا في الديكور ولا في اي حاجه. ولا في دلوقتي الارابيسك بقى من النادر ان حد يطلبه، مثلا في كافيه هيعمل ركن عربي فبيطلب الارابيسك، لكن في مصر هنا حد بيعمل ارابيسك في الشقق نادر قوي. طب خليني اسالك سؤال، رغم المشاكل اللي بتواجه المهنه دي، مشاكلنا هل بس ان احنا محتاجين منفذ للتسويق، ولا عندنا مشاكل تانية؟ مش عارفين نوفر خشب، الخشب غالي، العمالة غالية، احكي لي. العمالة هي اللي بقتش موجودة. زمان كان بتيجي اجازة المدارس بتلاقي شباب صغير كده بيجي في الاجازة يتعلم. النهاردة ما بقاش فيه الموضوع ده، ما فيش خالص. يعني ما تلاقيش شاب صغير شغال في ورشة بتعمل الحرف اليدوية دي خالص. فده يعني يدل ان هي بعد 10 سنين، بعد 20 سنه، بعد ما الجيل بتاعي ده يخلص، مش هنلاقي حد يشتغل في المهنه دي تاني خالص. طيب عايز اسالك سؤال، دي تنفع تبقى شغلانه لحد؟ طبعا يطلع انتيكات من دي ويشتغل عليها لو عمل كل يوم واحده من دي. يا سلام. ليه تتباع دي بكام مثلا؟ البونيره دي مش دي بالبونيره تحط فيها شوكولاته او كلام من ده؟ بكام دي بقى؟ دي مثلا يعني دي فيها خامه ب 50 جنيه مثلا، خامة خشب. تمام. انا بيعها ب 250 ب 300 ب 350. انا وشطرت على كمية التفاصيل اللي فيها. برافو عليك. لو واحد عملها في بيته مخرطة صغيرة ووصل ان هو يعمل دي، تكفيه دخل يومه. وسوقها موجود. طبعا. في شباب كتير جدا بيقولوا احنا مش لاقيين شغل، احنا ما عندناش شغل. لا، انت امكانياتك ايه؟ اشتغل على نفسك. والله يا ابني احنا احسن بكتير من ناس كتير. بس خلينا اقول لك، حاجتك الحلوه قوي دي تتجاب منين؟ يعني اجيب الاباجورات والحاجات بتاعتك الحلوه دي منين؟ صفحتي على الفيسبوك اسمها فن خراطه الاخشاب. فن بالعربي، فن خراطه الاخشاب. مش باسمك يعني؟ لا، هي اسمها فن خراطه الاخشاب. تمام. شغلي عليها. مفيش اي منافذ ليك؟ اي محلات حط حاجتك؟ لا، المحلات بنزل في هارون
وبنزل برضو في العتبة. دي بيع وشراء، بتروح تبيع لهم منتجاتك بياخدوها منك. الصيني ما قادر ينافسك او قادر انت تنافس الصيني؟ للأسف في مشكلة هنا. ايه بقى؟ المنتج الصيني احنا منتجاتنا احسن منه بكتير، بس لما بتيجي تخش محل بيقول لك دي مش مستورده، اقول له لا بس احسن من المستورده، يقول لي لا للاسف ما بشتغلش غير في المستورد. يا سلام. والله. طب ليه؟ انا المنتج بتاعي احسن من المستورد. تعالوا